لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين، اللهم أمين. أهلا ومرحبا بحضرتكم في حلقتنا الأسبوعية، حلقة يوم الأربعاء اللي بنرد فيها على الأسئلة الخاصة بحضرتكم اللي بنكون في شرف استقبالها على صفحتنا الرسمية، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة ندي عمارة. وإحنا طبعا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت للثلاث بنكون في صحبة التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وإحنا ما زلنا في سورة الأنبياء. ويوم الأربعاء من كل أسبوع كعادتنا هو اليوم المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بنشرف باستقبالها على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة. ومعانا أول سؤال النهاردة من سائلة كريمة بتسأل وبتقول: أعيش مع زوجي في محافظة غير المحافظة اللي هي بتقيم فيها كل من أسرتي وأسرة زوجي، وأرغب في الذهاب للولادة في المحافظة التي تقيم فيها الأسرتان في بلدتي، فزوجي قال لي: تكاليف الولادة ستكون على أبي لأني سوف أقوم بالولادة، التكاليف الخاصة بالولادة والدك يتحملها أنك هتولدي عنده في البيت. وهو بيقول لن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فما مدى صحة هذا الكلام؟ يعني هو عشان مراته هتروح تولد عند أهلها بيقول لها نفقة الولادة بتكون على الأهل أو على الوالد. يعني قبل ما هنجاوب يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يملأ السلام والود البيوت كلها، لكن بالنسبة لهذا السؤال لازم نذكر بأنه قرر فقهاء المالكية في المشهور من مذهب السادة المالكية أنه يجب على الزوج أن يتحمل نفقة علاج زوجته بصفة عامة. بيندرج بقى تحت ده توفير العناية والرعاية الطبية اللازمة للزوجة وللمولود في مدة الحمل، وكذلك نفقة الولادة. وهو ده المعمول به في القضاء، يعني نصت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920 على أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه لزوجها، يعني ولو حكما، حتى لو كانت هذه الزوجة يعني ميسورة الحال أو مختلفة معه في الدين، نفقتها بتجب عليه ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتشمل النفقة دي إيه بقى؟ تشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ده بما يقتضي به الشرع. يبقى ده ما عليه القانون، وبناء على هذا التوضيح فتكاليف ولادة الزوجة تدخل ضمن النفقة الواجبة شرعا على الزوج تجاه زوجته، وذلك تبعا طبعا لقدرة الزوج المالية، كل ينفق يعني على قدر يساره وإعساره.
وده برضو ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف وبلا شك قواعد المروءة في التعامل بين الزوج وزوجته، وربنا إن شاء الله يرزقهم بالذرية الصالحة ويديم الخير بينكم. نسأل الله أن يعم الخير ما بينكم والسلام يا رب العالمين. بالنسبة للسؤال الثاني اللي جالنا على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة، السؤال الثاني يعني أخت كريمة بتقول أنا عارفة إنه سؤال مكرر بخصوص البنوك، أرباح البنوك هل هي حلال ولا هي إيه بالظبط، وهل يجوز لي أن أخرج منها زكاة المال والصدقات مع إن في شيوخ كتير كبار بيقولوا بحرمة أرباح البنوك، وهل ما دام هناك شبهة في الأمر فالأفضل إن أنا أتجنبه؟ يعني لازم نعرف إنه من أركان الفتوى ومراحل الفتوى مسألة اسمها إدراك الواقع إدراكا صحيح، إدراك الواقع إدراكا صحيحا، وهو ما يسمى بمرحلة التصوير. يعني صناعة الفتوى لها مراحل، من ضمن مراحلها إدراك الواقع إدراكا صحيحا حقيقيا، اللي هو بيسموه مرحلة التصوير، وهي إنه يتصور المفتي المسألة ويصورها تصويرا صحيحا موافق للواقع حتى إنه يتمكن من الحكم عليها حكم سليم. وبرضو ما عليه الفتوى في مصرنا وعصرنا إن المعاملات مع البنك جائزة شرعا، وده اللي نقلناه، وده بناء على إيه؟ توصيف وظيفة البنك، حيث إن يعني هم سألوا أهل الاقتصاديين اللي منوط بيهم هذا الأمر إيه وظيفة البنك في بلدنا؟ قال لك هي مؤسسة اعتبارية استثمارية وليست إقراضية، فبناء على هذا التصوير لحال البنك واللي بينظم ده القانون، واللي احنا قلنا يعني استقر عليه القانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية لسنة 2004، وبالتالي ظهرت هذه الفتوى بالجواز. وبالتالي يعني ما يسميه الناس أو بعض الناس قرض وإقراض، وهو في حقيقته أو في حقيقة الأمر في حقيقة أمر هذه المعاملة إن ده بيعد استثمارا وتمويلا لشراء السلع، وهذا لا شيء فيه. والعبرة زي ما تعلمنا في علم الأصول بالمسميات والحقائق والمعاني لا بالأسماء والأشكال والمباني. أما بقى النقطة اللي حضرتك بتقوليها، قول بعض العلماء بحرمة معاملة البنوك، ليه هم بيقولوا كده؟ بسبب استصحابهم لواقع سابق تغير بالقانون اللي احنا لسه مذكرين بيه، يعني بناء طبعا على رأي المتخصصين من الاقتصاديين والشرعيين، فهم بناء على توصيف حالة البنك في وقتهم في زمنهم، هم لسه ربما ما أدركوش ما عليه القانون الآن وتوصيف هذه المؤسسة بأنها اعتبارية استثمارية وليست إقراضية، فبالتالي كانت هذه الفتاوى منهم على هذا الحال. أما الجزء بقى الأخير اللي حضرتك تفضلتي بيه، وهو القول بترك هذا الأمر كله، يعني انت شايفة انه مسألة البنوك فيها كلام كتير فانت عايزة تسيبي الامر كله وبتقولي لوجود شبهة فيها. اذا انت عايزة تعملي شيء وعايزة ما تخشيش في مسألة معينة بتقرقك، فده انت بتعمليه من باب الورع، وفي فرق بين الورع وباب التقوى وباب الفتوى او الفتية. الباب الورع باب واسع ولا نستطيع أن نلزم به الناس، لكننا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم في زمان حد الحلال والحرام، يدوبك حلال فيعني يقدم الإنسان عليه ويفعل، أو حرام فيحجم الإنسان عنه ويمتنع. وبناء على كل اللي فات يجوز أن حضرتك تاخدي الأرباح دي زي ما بنقول لحضراتكم وتنتفعي بيها، وإنك كمان تخرجي الزكاة منها، وإنك تتصدقي بها لا مانع، ونسأل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم القبول. بالنسبة للسؤال الثالث اللي جا برضو على صفحتنا، صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا، بيقول الأخت السائلة بتقول أنا عندي طفل توحد وأنا بصلي وأنا
جلسة عشان عندي غضروف ومش بقدر أقوم وأقعد الطفل، وأنا بصلي دايما لازم الطفل يتنطط عليا ويشدني ويعانقني ويقبلني وأنا أبعده وأزقه، باخد الصلاة كلها كده، أنا كده صلاتي يعني تعتبر صحيحة؟ الأصل في الصلاة المفروضة أنه يؤتى فيها بالشروط والأركان المطلوبة، ومن أركان الصلاة المفروضة القيام للقادر، ركن القيام الوقوف يعني. وما دمت حضرتك مريضة بمرض يمنع من القيام فلا بأس عليكي بالصلاة جالسة، لأن ربنا سبحانه وتعالى علمنا فاتقوا الله ما استطعتم. طيب أنا في الحالة بتاعتي يبقى ده بالنسبة لمسألة أنك بتصلي وانت قاعدة لعذر المرض، وإحنا أجبنا قبل كده وجبنا دليل للشاه بتاع سيدنا عمران بن حسين والنبي درج له فصلي قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب أنت دلوقتي بالنسبة بقى لمسألة أن أنا معايا الطفل وبيزعجني بضطر أزقه أثناء الصلاة، الأولى أني ترتيب أمر الصلاة. يعني إيه؟ يعني لو معايا حد في البيت من الأشخاص زوج أو يعني طفل تاني واعي شوية أقول له يعني خليك معايا أثناء الصلاة بس كده، خليك واخد بالك منه أصلي وبعدين أنا أخده، عشان يعني من باب الاجتهاد حتى تؤديها على أفضل حال. ده أنا بقول في حالة لو معاك يا حد، بحيث أنك تقدري تأدي الصلاة في سكينة وتؤدى قدر طاقتك، حتى لو اضطررتي للجمع بين الصلوات من غير قصر تصلي جمع عشان انت في حالة عذر شديدة كما حضرتك وصفتي، فإن تعذر عليك ذلك فطبعا لا شيء عليك بإذن الله تعالى، يعني مع محاولة التقليل بس في الحركة قدر المستطاع، فسيبيه هو بيتحرك حواليك انت بتحميه بس يعمل حركة كده أو كده عند الضرورة، لكن سيبيه بيتنطط حواليك وكل حاجة وصلي ما فيش أي مشكلة قدر طاقتك. دي احنا قلنا كل الامور اللي ممكن تبقى معينات، الحرج مرفوع في شرعنا وربنا سبحانه وتعالى علمنا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وألقاكم ان شاء الله بعد هذا الفاصل. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا بحضراتكم، معانا من ضمن الأسئلة اللي وفدت على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. السؤال أخت فاضلة بتقول كنت عاوزة أعرف هل ربنا غضبان عليا ولا إيه، والدتي بتدعي عليا بتقول إني مش واقفة جنبها في زنقتها لإني رفضت أعمل لها قرض ودايما بتعاملني معاملة قاسية وبتتجاهلني، وأنا حاليا عزلت من شقتي ورحت شقة تانية لأني كنت عاوزة أوفر مبلغ لأن جوزي عليه فلوس، وكنت بحكي لها تقول أحسن ده من دعاية لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أشياء بتبقى ساعات بتوجع يعني القلب.
أنا في البداية أحب قبل ما أبتدي أجاوبك أني أذكر أنه لابد أن نقرر أمور لابد منها. بر الوالدين والأم خاصة أمر واجب، ده أمر معلوم ومقرر. النقطة الثانية المهمة أن للدعاء أداب لابد من الالتزام بها، وربنا سبحانه وتعالى حذرنا فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. من الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان على نفسه أو يدعو على ولده، تلاقي الستات والأهالي على طول في الغضب والعصبية، وروح وانت إن شاء الله تموت، إن شاء الله مش عارف عربية تخبطك، إن شاء الله، والناس تفتقري، وزي الأم المخطئة في حق ابنتها والمخطئة في حق عبادة الدعاء اللي لها آداب، ومن آكد آدابها عدم الاعتداء في الدعاء بأن الإنسان يدعي على نفسه أو على ولده أو على خادمه أو على مي أو على مالي أو على أي شيء. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال لا تدعوا على أنفسكم، والكلام واضح، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكم. فبنتعلم من كلام النبي وتوجيهه عدم التلفظ بالدعاء من غير تفكير، أنا عايزة بس أنفس عن الغضب اللي أنا فيه، لا، الكلمة محسوبة، ولو ساعت إجابة وأنت بتدعي على نفسك أو على أولادك أو على خدمك ويجاب، هتبقى أول من يعاني من الحزن وأول من يعاني من شدة هذا الأمر، فعلامة يعني الإنسان ليه يعمل كده. النقطة الثالثة، إن أنا السؤال بتاعك ده بنتناوله من خلال 4 نقاط. النقطة الثالثة مسألة عدم طاعة الأم في أخذ قرض له. طب ده ما هو أنت عملت كده مش بغرض أنك مش بتساعديها، نظرا لظروفك وحالتك. يعني طبعا هذا الأمر إذا كان كما أخبرتي لا يعد بلا شك من باب العقوق، وممكن كمان أنا فكرت فلقيت الوالدة بتعمل شيء ربما بتستلف كتير وما بتسددش، فخشيت إنها أتورط في شيء فحكمت العقل في ذلك، وليس في ذلك مسألة إن أنا واقفة أتفرج عليه، أنا بساعدها قدر طاقتي. المسألة الرابعة والأخيرة وهي دعاء الأم عليكي، طبعا حرام شرع وممنوع، وشفنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وشفنا التوجيه القرآن الكريم، لكن لا علاقة له بكون إن ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك أو لا. ما يمكن أمك دي بتظلمك وهي أصلا بتعتدي في دعائها، فيبقى ملوش علاقة بمسألة إنها راضية أو غضبانة، ربما هي تظلمك بسوء المعاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا رحم الله والدا أعان ولده على بره، والدا يعني كان الوالد أو الوالدة. طيب أنا بكل اللي وصفتيه ده لا يمنعك سوءها الطريقة بتاعتها اللي مش مظبوطة دي عن إنك تبري أمك بحال من الأحوال، عليكي بالبر والصلة ومحاولة استرضائها مع التحلي بالحكمة والصبر وكثرة الدعاء بصلاح الحال قدر طاقتك، وربنا إن شاء الله بإذن الله يهديها لك ويصلح الأحوال فيما بينكما. هنطلع مع حضراتكم دلوقتي لفقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة، وبعدها إن شاء الله نكمل الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. أهلا بحضراتكم من جديد في فقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة. والفقرة الماضية كنا توقفنا عند الآية 7، وهنبتدي النهاردة من الآية 8 عشان تشاركونا، تفتحوا معنا المصاحف لتصحيح الآيات القادمة. يلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. اخباركم ايه؟ كويسين. يلا بينا نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى. إن علينا للهدى. وإن لنا للآخرة والأولى. وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى. نارا تلظى. نارا تلظى. يا أنس، أين أنت؟ صوتك عايزاه يعلى. لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها إلا الأشقى. الذي كذب وتولى. الذي كذب وتولى. يلا يا أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إحنا بنقصر، هتبقى مد طبيعي. المد هنا مد الصلة، ده بنقصره، مش هتبقى ماله. لا، ماله مد طبيعي، مد أصلي. وما يغني عنه ماله إذا تردى. هيبقى مد إيه هنا؟ مد طبيعي. تاني. وما يغني. وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إنا علينا. لا، هي نون ألف ولا نون بس؟ نون ألف. لا لا، بس النون وراها ألف، نون بس. فلما أقولش إنا يبقى أنا زودت حرف في القرآن مش موجود فيه، فخلي بالي، هي نون مشددة بس. إن علينا. إن علينا، مش إنا. إنا يبقى أنا زودت ألف والقرآن ما فيهوش ألف. شفت بقى النطق قد إيه مهم، وشفتوا قد إيه لما بنقول إن القرآن سنة متبعة، طريقة متبعة، خدناها كده بالراحة، وصلت متسلسلة إلى أن وصلت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلازم اللي بيتعلم التلاوة يبقى عينه على اللي بيعلمه، عشان نبقى عارف، وابقى عارف ليه الخطأ ده سببه إيه، وعشان وبيقوي معاك اللغة العربية. لما أقول إنا يبقى أنا زودت ألف، أنا ما عنديش ألف، أنا عندي نون مشددة، أدي الغنة واتنقل على الحرف اللي بعدها على طول، ما زودش صوت زيادة فيدي أو يوهم إن في حرف، ويبقى أنا في الحقيقة ما عنديش حرف، أنا اللي ما نطقتش النون مظبوط. تمام. إن علينا للهدى.
وإن لنا للآخرة والأولى فانظر. لا مش فن، فن انت كلت الهمزة. انظر فآ فآ آ الهمزة بين آ مش فن، يبقى انا كلت الهمزة. فأنذرتكم نارا تلظى تلظى تلظى. شفت الظا؟ والصوت هنا بيعبر عن ان النار اللي بتلظى، يا خبر نار صعبة. فتشوف الصوت قد ايه بيعبر عن المعنى اللي في الكلمة. فانا كمان لازم اعبر بصوتي وبالمخرج مظبوط وادي التفخيم الواجب عشان ابين المعنى، صح؟ تلظى تلظى تلظى. انتوا نمتوا؟ لا احنا كده نمنا، لازم نصحصح. تلظى تلظى. ايوه كده تلظى تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى نارا نارا بالراحة نارا نارا. ايوه نارا تلظى نارا تلظى. لا يصلاها لا يصلاها الا الاشقى. اشقى. بقي مفتوح يمين وشمال. اشقى. ايوه تاني. لا يصلاها لا يصلاها الا الاشقى. ايوه هي عايزه تدريب يا انوس. ما اقولش انس، بقول انس، صح؟ ولوك يا انس اشقى. ها بقول ايه؟ انس. اشقى اشقى. قولها لي تاني كده. لا يصلاها لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى. احسنت. يلا يا شروق. واما ما واما لازم اشبع الغن. واما ما بخل بخل واستغنى. واستا ولا واستا؟ واستا. ايوه واستغنى واستغنى واستغنى. لا مش طاء، التاء رقيقة وبفتح بقي فيها تا 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 تا. يا أنس تا تا تا. واستغنى معانا يا آدم. واستغنى واستغنى. تاغو تاغو. عينيكوا هنا ما تسرحوش. تاغو 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 تاغو. واستغنى واستغنى. تا تا. واستغوا واستغوا. يلا يا شروق. واستغنى. احسنت. وكذب بالحسنى فسن يسره للعسرى. واما وما يغني عنه ماله اذا تردى. يلا يا ساره. ان علينا برضو نفس الخطا بتاع انس. إن علينا للهدى وإنا لنا للآخرة. برضو ما تحطيش ألف. وإن 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 لنا وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. نارا 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 تلظى. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. الذي كذب وتولى. الذي لازم أنا أبين الذال الذال عشان أميز بينها وما بين الزاي اللي هي حرف الزين اللي بنقول عليه حرف الزين. ز غير ذا ذا. كذب الذي كذب وتولى. الذي كذب وتولى. الذي كذب وتولى. الذي كذب وتولى. مش كل لساني بطلعه يا سارة، طرف اللسان طرف اللسان هو مخرجه كده، مكان الحرف ده من هنا طرف اللسان مع الثنايا العليا كده. وذا
ذا ذا. خلي بالك من الصوت ذا ذا، انا عايزه الصوت بس. ذا 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 ذي 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 ذي. وافتح بقي كويس لما اقرا الحرف مفتوح، واكسر بقي كويس لما يكون الحرف مكسور. يعني ايه الحرف مكسور؟ نرفع ايدينا. يعني ايه؟ ايه يا ادم؟ تحتيه كسره. طب يعني ايه الحرف مضموم؟ ها يا عبد الله؟ فوق ايه ضمه؟ فوق الحرف ضمه. يبقى انا اقول ذا بقي مفتوح يمين وشمال عشان انطق الحرف صح. ذا 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 ذي ذي ذو 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 ذو. شفت رقيق زي ذو؟ ذو. تاني ذا ذا ذي ذي ذو ذو. الذي كذب وتولى. الذي كذب وتولى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الخيرات قائدا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. أستودعكم عناية الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. ومعانا سؤال برضو من الاسئله اللي جت على الصفحه الرسميه لبرنامج قلوب عامره. اخت فاضله بتسال: ارجو منكم توضيح هذه الايه الكريمه، يقول الله تعالى: فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. فهي عايزه تعرف المعنى الايه بالضبط وبالذات لانها بتتكلم عن قضيه الوصيه. الآية الكريمة أختنا الفاضلة هي بتعالج أمر مهم في شرعنا، وهو مسألة الوصية. والوصية غير الميراث، الوصية هي تصرف مضاف لما بعد الموت. والحق سبحانه وتعالى يريد أنه يؤسس العدل ويضمنه للجميع، وأنه يغلق أبواب الفرقة والنزاع والمشاكل. فبينبه إلى أنه إذا كانت الوصية بعيدة عن العدل، وكان فيها حرمان للفقير وزيادة في ثراء الغني، أو ترك للأقربين، فده ضياع للمعاني والمقاصد اللي ربنا سبحانه وتعالى أرادها. فبيخبر الحق سبحانه وتعالى أنه إذا جاء أحد يسعى في سبيل الخير عشان يرد يعني الوصية للصواب، لأنه لقى الوصية فيها جور، فيها ظلم، لقاها مثلا بعيدة عن المقصود من تشريعها، فلا إثم على من أراد أن يصنع ذلك في التغيير. يعني لا إثم عليه في التغيير الذي يريد إحداثه في الوصية وحمل الموصي عليه ليبدلها على الوجه الصحيح، يعني على الوجه الذي يرتضيه المولى سبحانه وتعالى، فيصلح بذلك بين الموصي والموصى له، أو يصلح في الوصية بعد موت الموصي. يعني يجتهد ده أثناء حياته اللي بيوصي ده، فبيشهد الناس أو هم عارفين أنه هيعملها، فينصح النصيحة الآمنة الأمينة. لا مش هينفع برضه، ففي بعد موت الموصي بيجي ذلك الإنسان يردها إلى العدل، فلا إثم عليه ولا ذنب بهذا التبديل، هو يقصد إلى تحقيق الحق، فإن الله غفور رحيم. فالجنف هنا في الآية بيفسر بأنه إن الإنسان الحيف أو الجور بالخطأ من غير قصد، فإذا يعني أو فإن قصد
إلى ذلك طبعا كان اسم. يعني ممكن الإنسان يعمل ده بقصد أو بغير قصد، إنه يوصي وصية ما تكونش منضبطة، يبقى تخلو من العدل، تجافي العدل، تحيد عن العدل، سواء عمل ده بقصد أو عمل ده بغير قصد، وجاء من أراد أن يصحح مسارها إلى إحقاق الحق والعدل فلا إثم عليه. الحق تبارك وتعالى يعلمنا أن الذي يسمع أو يقرأ وصية لابد أنه يزنها على منطق الحق والعدل وتشريع الله، لأنه إن كان في الوصية مخالفة فلابد أنه يراجع صاحبها إذا كان لسه على قيد الحياة، ولنا إن وإذا لم يكن على قيد الحياة وكان في إيده أنه يعدل مسارها فيعدل مسارها إن وجد فيها مجافاة للحق والعدل. وإحنا لابد ان احنا نلحظ ان الحق سبحانه وتعالى قد عبر عن احساس الانسان بالخوف من وقوع الظلم بغير قصد او بقصد، حين قال سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. وهذا القول الكريم بيلفتنا لمساله مهمه، إلى أن الإنسان إذا ما عزم على اتخاذ أمر ما في مسألة الوصية، أنه عليه أنه يستشير من حوله، ويا سلام لو أهل حكمة وأهل رأي وأهل علم وأهل فقه، وأنه يستقبل كل مشورة من أهل العلم وأهل الحكمة وأهل الخبرة حتى بالتفكير، مش أنه هو ما يستمعش، لا يستمع بل يعرض هذه الوصية عليه حتى لا تنشأ بعد ذلك الضغائن، بعد ان هو يبرم امر الوصيه ابراما نهائيا، وده بعد وفاته. والله تعالى وضع سبحانه وتعالى الاحتياطات اللازمه لاصلاح امر الوصيه ان جاء بها ما يورث المشاكل بعد ذلك. ان المولى سبحانه وتعالى يريد ان يتكاتف المؤمنون فلابد من معالجة الانحراف بالوقاية منه وقبل أن يقع قدر الطاقة. بالنسبة للسؤال اللي معنا، وهو السؤال الأخير بالنسبة لحلقة اليوم من ضمن الأسئلة اللي جت على صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة ندي عمارة، وده اسم صفحتنا اللي بنكرر على حضراتكم احنا بنستقبل الأسئلة عليها وبنجيب في اليوم المخصص للرد على الأسئلة. السؤال اللي معانا أخ فاضل بيقول: لو عندي سؤال، لو ممكن، أنا سني 62 سنة، والدي توفاه الله من 6 سنوات، عندي أخت أخذت المعاش بتاع والدي، بيقول أنا موافق كل شهر تاخد المعاش، ولكن السؤال: من يوم الوفاة حتى الآن 6 سنوات أخذت المبلغ أكتر من 300 ألف، بيقول أنا وإخواتي 6 إخوات، هل يجوز إنها تاخد المبلغ لوحدها؟ يعني بأثر رجعي من يوم الوفاة، ولا المبلغ يعتبر يعني من الميراث؟ في نقطة مهمة عايزين نتكلم عليها في مسألة المعاشات وما ينظمه القانون في هذه المسألة. نقول ونكرر بأن الميراث هو ما تركه الإنسان بعد موته وكان يملكه ملكا تاما حال حياته، وما سوى ذلك بقى من أموال وما سوى ذلك من أموال المعاش أو الصناديق الخاصة فإنه لا يعد ميراثا. إنما الأمور دي إيه؟ إنما هذه الأمور يتم تنظيمها بناء على قانون واضح يرفع النزاع، وعليه فالمعاش ده بيستفيد منه من يتفق حاله مع الحالات اللي نص عليها قانون المعاشات، ولا يشاركه في ذلك أحد من الورثة بناء على تنظيم القانون لهذه المسألة أيها السائل الكريم. وفي الختام: يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا،
نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. أستودعكم عناية الرحمن الرحيم.